ننتقل على الصفحة اللي وراها نشوف ايش معانا. اياته نفس التمثيل اللي انا مثلته قبل قليل. انت من حقك انك تستخدم نفس النقاط اللي انا استخدمتها او تستخدم نقاط اخرى. مجموعة حل المعادلة، مرة ثانية، مجموعة حل المعادلة 3 س ناقص ص يساوي 1 هي مجموعة جميع النقط الواقعة على المستقيم، وهذا أتوقع شرحناه في الحصة الأولى. كويس؟ إذا جميع النقاط اللي بتحقق المعادلة، يعني اللي بنعوضها مكان س وص بتخلي الطرف اليمين يساوي الطرف اليسار، نعتبرها حل للمعادلة. أما إذا لم تحقق المعادلة فهي ليست حلا للمعادلة. إذا هاي نقطة أساسية وحكيناها أصلاً المرة الماضية. مجموعة حل المعادلة الخطية بمتغيرين هي مجموعة غير منتهية من الأزواج المرتبة على صورة سين وصاد، وتمثل بيانياً على خط مستقيم. يلا نروح على التدريب.